أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم أيها الأخوة الكرام، تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذه محاضرة أو عرض مرئي افتراضي، جزء من Virtual Health Series اللي نعملها الآن بسبب ظروف هذا الوباء. نسأل الله عز وجل أن يرفعه عما قريب. وبدل المحاضرات المباشرة التي كنا نعملها في مسجد مصعب بن عمير كما سنرى إن شاء الله. عنوان هذه المحاضرة: لكي نفهم كورونا، وهي مقتبسة يعني كما نوهنا من محاضرة أطول كانت مفروض تعمل في المحاضرات المباشرة في مارس الماضي بعنوان صحتنا في ظل كورونا، وقفة مراجعة وتعلم وتصحيح وتفاؤل. يعني فهذه بدل عن المحاضرة إياها رقم 79. فقط للتعريف بأنفسنا، يعني والمنظمة أو المؤسسات الصحية التي نتعامل معها، كذلك الجدول المعتاد على مدار العام اللي كان مفروض أنه يعني المحاضرات التي مجدولة لهذا العام كما قلنا علقت منذ شهر مارس الماضي. نسأل الله السلامة ونسأل الله الفرج القريب، آمين. طيب، لكي نفهم كورونا يعني ثلاث محاور رئيسية نتكلم بها إن شاء الله. أولاً، أهمية الفهم السليم للمرض بشكل عام وخاصة لهذا المرض، مرض كورونا. يعني ليش مهم أن نفهمه؟ الفهم السليم، الفهم العلمي والفهم يعني العقلاني، خلينا نقول، في مقابل الفهم العشوائي أو يعني وما إلى ذلك. المحور الثاني هو لكي نفهم هذا المرض، يعني نتكلم عنه إن شاء الله. فكورونا الفيروس والمرض والوباء، نتكلم عن الثلاث نواحي هذول لأزمة كورونا. والمحور الأخير والثالث، صحتنا في ظل كورونا، صحتنا في ظل كورونا وفرصة الحظر هذه اللي احنا فيها، كيف نستغلها إن شاء الله. يعني التنبيه بشكل عام على الاهتمام بالصحة بباقي نواحي الصحة بشكل عام. اوكي، إذا نبدأ. يعني باي ناو يعني الناس عارفين مدى حجم الأزمة وما إلى ذلك في العالم ككل. ونبدأ بأهمية الفهم السليم للمرض. أولاً، أن نفهم أي مرض يساعد على التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية والعلاجية لذلك المرض، وخاصة لمرض كورونا مثلاً أو وباء كورونا، يساعد على التقيد، أن الناس يتقيدوا بالتعليمات اللي الحمد لله يعني بشكل في الغالب يعني الناس متبعين لهذه التعليمات وماشيين عليها، نقدر نقول على خير وجه بشكل عام يعني، والإجراءات الوقائية. فأيضا يؤدي إنه الإنسان يفهم المرض، الفهم السليم يؤدي إلى التحكم في هذا الوباء وفي هذا المرض، تحكم أفضل بالوباء على جميع المستويات. كأفراد نتحكم فيه أكثر، نصير عارفين يعني شو فيه. كمؤسسات صحية أيضاً أو نظام صحي يمكن يتحكموا فيه أكثر لما الناس يكونوا فاهمين. وأيضاً النظام يعني الأكبر بشكل عام والنظام السياسي يستطيع أن يقوم بالسياسات العريضة والكبيرة للتحكم بهذا المرض بشكل أفضل لما يكونوا الناس فاهمين. أيضاً هذا الفهم يساهم في التعاون والتضامن ما بين الناس إن شاء الله. يعني أعتقد أنه كل ما يكون الناس فاهمين وعلى نفس الفهم يعني بصير التعاون بينهم والتضامن
أفضل بكثير من أنه يكون في تباين كبير في الفهم. ورابعا يحد من نشر الذعر والمعلومات الخاطئة عن الوباء أو عن المرض. كل ما كان الإنسان فاهم كل ما استطاع أن يعني ينأى بنفسه عن جو الذعر والمعلومات الخاطئة التي تتبادل هنا وهناك بين كثير من الناس للأسف. فنقول بشكل عام أيضا إضافة هيك بسيطة أنه مش بس المرض الوبائي أو هذا الوباء يعني، لكن هذه القواعد وهذه المفاهيم تنطبق أيضا على المرض بشكل عام. يعني كل ما كان المريض، ونحن دائما ننوه لهذه الحقيقة يعني في محاضراتنا، كل ما كان المريض أوعى بحالته وبما هو المرض عليه يعني، كل ما كان تجاوبه مع العلاج ومع الدواء أفضل، وكل ما كان تواصله مع الطبيب مثلا أحسن وهكذا. طيب، على ذكر المعلومات ويعني الحد من نشر الذعر والمعلومات الخاطئة، فهنا هذه القائمة دائما يعني نستعملها كمقارنة بين المعلومات أو مصادر المعلومات الصحيحة والخاطئة. الصحيحة بالنسبة لهذا المرض بالذات كورونا أو الأمراض العدوى بشكل عام، يعني إنه هذه المصادر الرئيسية عندنا هنا في أمريكا أو في العالم ككل، يعني نبدأ من منظمة الصحة العالمية WHO، فهذه الروابط لكل واحد منها، يعني الروابط لكل واحد منها منظمة الصحة العالمية، ثم CDC عندنا هنا في أمريكا، ثم NIH المعهد القومي للبحوث أو للصحة، ومن ثم هنا على المستوى المحلي عندنا في نيويورك يعني دائرة الصحة في بلدية نيويورك. ف استقاء المعلومات من هذه الروابط يا أخو، من هذه المصادر، هو اللي مفروض يكون عليه الحال يعني، هو الصح. أما الخطأ أنه نستقي المعلومات من منصات التواصل المتعددة والمختلفة وقنوات التواصل التي فيها كثير من التخبط للأسف والعشوائية، كذلك من الأشخاص الغير مؤهلين. يعني افرض شفت فيديو أنت أو شفت حد بتحدث، ما بتقدر على طول تأخذ بهذه المعلومات اللي سمعتها أو رأيتها دون توثيق أو دون على الأقل يعني توظيف العقل في البداية لترى إنه هل هذا شيء منطقي أو لا، ومن ثم مقارنته يعني بالمصادر الموثوقة كما قلنا. أخيرا المصادر الإعلامية حتى الرئيسية يعني والمصادر الأخبار وما إلى ذلك قد أحياناً تعطي بعض الأمور اللي بتكون بدون توثيق، بتكون فيها بعض الملابسات أو الأخطاء، فيعني يرجى الحذر إن شاء الله من هذه الأمور. طيب، نأتي لمحورنا الثاني اللي هو عن الفهم السليم لهذا المرض كفيروس وكمرض وكوباء. نبدأ أولاً ككورونا الفيروس، نعطي هيك فكرة. أكيد الناس سمعوا كثير من هذه الأمور سابقا، ولكن يعني ربما للمراجعة ولربط الأمور ببعضها ببعض، ولنعطي فكرة إن شاء الله أوضح وأدق يعني عن هذا الفيروس. هو فيروس ينتمي إلى عائلة فيروسات مثلا السارس والميرز، كلها في تشابه بينها لأنها تنتمي إلى نفس العائلة كلها. العديد من الفيروسات ينتموا إلى نفس العائلة اسمها عائلة كورونا، فيروسات كورونا. أوكي. طبعا كورونا بسبب يعني الشكل الخارجي للفيروس كما ترونه هنا، وكما هو الآن ما أصبح تقريبا معروف في الصور أنه فيروس كورونا، من حد ما يشوف صورته الواحد بيعرفه. فهذه النتوءات اللي في خارج سطح الفيروس هذه تشبه الكورونا تبعت الشمس يعني، وأصلها طبعا من كلمة لاتينية كورونا معناها التاج يعني، وكأنها تبدو كالتاج على الشمس وهكذا، فسموه يعني طبقا أو تبعا لتسمية كورونا الشمس. لما نعرف أنه هذا الفيروس ينتمي إلى نفس العائلة
عائلة سارز وعائلة ميرز اللي شكلت أوبئة سابقا في 2009 و2002 أو 3 يعني في العالم، ولكن كانت محدودة. فهذا يعطينا إن شاء الله نوع من الأمل، يعني إنه في النهاية هذا فيروس من هذه الفيروسات، ليس شيء يعني خارج عن هذا العالم. ولو أن هناك بعض النظريات التي يعني تخوض في هذا المجال يعني وفي هذه الادعاءات، المهم إنه فيروس عادي، ولكن يعني الخطورة فيه ربما أو الشراسة فيه تبدو في إن في كونه ينتقل بسرعة، ينتقل بسرعة وينتشر بسرعة، وبالتالي سبب هذا الانتشار الرهيب يعني في العالم. نسأل الله السلامة، سنرى كيف تم ذلك يعني. ثم هو فيروس انتهازي، وهذا يعني جزء من السبب اللي انتشر بسرعة هكذا يعني في العالم. فيروس من الفيروسات الانتهازية إلى حد كبير جدا يعني. كيف يعني؟ أنه بنتهز حالات معينة، أمراض مزمنة مع الناس مثلا. ومن هنا كما سنرى يعني وكما هو معروف الآن، نجد أنه أكثر ما يتأثر منه ويصاب فيه وأكثر الوفيات وما إلى ذلك في العالم ككل يعني، وفي المسنين يعني، وفي اللي عندهم ضعف في المناعة وما إلى ذلك. فينتهز هذه الأمور أو هذه العوامل، عوامل المخاطرة التي سنراها فيما بعد إن شاء الله، ويصيب الإنسان وينتشر بين الناس. أيضا هو سهل التركيبة الجينية الوراثية يعني، هنا في الداخل كما ترون هذا الخيط البني تقريبا داخل النواة الفيروس أو داخل الفيروس نفسه، هذا هو الـ RNA. يعني كل الفيروسات إما تكون تنتمي لفئات الـ DNA أو الـ RNA من حيث الجينات يعني، اللي هي هذه المادة اللي فيها الجينات بتكون داخل أي خلية حية. أوكي، فمثلاً فيروس الـ HIV الـ AIDS طبعاً اللي بيسبب نقص المناعة المكتسبة يعني، الـ AIDS المشهور هذا RNA فيروس برضو نفس الكورونا، زي الكورونا. أوكي، بينما في المقابل فيروس اللي بيسبب التهاب الكبد يعني الفيروس B تبع الكبد هو ينتمي إلى عائلة الـ DNA، فإما DNA أو RNA أي فيروس في العالم. أوكي، فهذا كورونا لديه RNA. أوكي، فهذه التركيبة الجينية سبحان الله هو يعني بسيطة في حد ذاتها بالمقارنة مع فيروسات أخرى بتكون معقدة أحيانا، فهذا مما يسهل إن شاء الله إنتاج لقاح. وكما سمعتم يعني حضراتكم إنه منذ البداية والناس في مجالات البحوث والمراكز البحث اللي في العالم وما إلى ذلك يعني يتكلمون أوريدي عن البداية في إنتاج لقاح. فتركيبة بسيطة سبحان الله يعني، انظروا إلى بعد النتوءات هذه اللي تكلمنا عنها، بعدها على طول بيجي الغلاف، هذا الغلاف الخارجي للفيروس اللي هو الانفلوب بسموه، مكون من يعني مواد دهنية وبروتينات في نفس الوقت. فهذا الغلاف يعني مجرد غلاف بروتيني دهني فقط. أوكي، يعني بينما تجد فيروسات أخرى فيها طبقات عديدة من هذه الأغلفة وكابسولز وما إلى ذلك، هذا ليس فيه، فسهل التركيب. أوكي، فالأمر الآخر الرابع في هذا الفيروس إنه اللقاح كما ذكرنا يعني أو نوهنا الآن دخل مرحلة الاختبار، وكان داخل أوريدي في بعض البلدان مرحلة الاختبار، وبعدها يعني يبقى مرحلة الاختبار على الحيوانات وما إلى ذلك، والإنتاج مرحلة الإنتاج. فإن شاء الله يتوقعون بعض الناس إنه ينتج في خلال يعني أشهر، بضعة أشهر. البعض الآخر يقول يعني على ربما على أبعد التقديرات إنه مع بداية السنة القادمة إن شاء الله يكون في نوع من اللقاح موجود أو نوع من المصل موجود. سأشارك هنا حضراتكم هذا الرابط
إن أمكن نرى نكبر الشاشة أولا لنرى هذا الفيديو البسيط باختصار قدر الإمكان عن عملية هذا فيروس الكورونا كيف بدخل الخلايا، وسأشرح إن شاء الله بنوع من التبسيط. نستعمل هنا مثال الإنفلونزا مثلا. إذا هذا الشخص اللي عطس، يعني عطس فيروسات، عنده فيروس الإنفلونزا already، ولما يعطس في العطاس هذا كما رأيتم يعني بيطلع رذاذ، فقاعاتها هوائية كبيرة جدا كثيرة جدا، وبكون داخلها داخل كل فقاعة أو كل يعني قطيرة هيك صغيرة بيكون فيها كثير من الفيروسات، إن وجدت الفيروسات عند هذا الشخص. هذا مثلا هو الفيروس. There are a lot of viruses floating through the air, some of which go inevitably up this unfortunate. بتكون هاي الفيروسات في الهواء، فبيجي شخص آخر بيستنشقها، فتدخل إلى مجراها التنفسي، ومن ثم تحدث الإصابة لديه في الرئة بشكل رئيسي في الرئة. هذا مثلا فيروس، نفترض إنه فيروس كورونا. نفس الإنفلونزا ونفس الفيروسات الأخرى اللي تصيب الجهاز التنفسي كلها يعني تدخل الخلايا بنفس الطريقة تقريبا، وهي بالتحامها مع ما يسمى بالقفل الأقفال. فالفيروس هذه النتوءات اللي شفناها على السطح هي عبارة عن نتوءات تتصل بالأقفال لتفتحها كمفاتيح، يعني تفتحها وتدخل داخل الخلية. لما تصير داخل الخلية على طول الفيروس بتخلص من هذه الغشاوة اللي كانت عليه، وبتخرج منه هذه الجينات اللي تكلمنا عنها، المادة الجينية اللي هي الRNA في هذه الحالة، وتذهب إلى موقع الDNA تبع الخلية اللي هو بيكون في النواة عادة، فتدخل النواة اللي موجود فيها الDNA. عشان إيش؟ عشان تخلي الدي ان اي ينسخ الار ان اي تبع الفيروس. فالدي ان اي بنسخ الار ان اي تبع الفيروس، وبنسخ منه نسخ كثيره جدا هائله تخرج منه. فالان هذه النسخ بتكون يعني العينات الاوليه لتكوين الفيروس اللي دخل، تكوين يعني سلاله من هذا الفيروس باعداد كبيره جدا. ثم تخرج فتدخل وتخرج تدخل وتخرج، في النهاية تخرج ملايين من هذه الفريسات، خلينا نسميها الفيروسات الصغيرة التي يكتمل نموها وتذهب في دورة حياتها إلى خلية أخرى. يعني أي فيروس يتصرف بهذا التصرف وبهذا السلوك، يدخل يروح يذهب إلى خلية أخرى ويقتحم تلك الخلية ويعمل نفس الشيء، أو يذهب إلى شخص آخر ويعمل نفس الشيء، إلى أن يعني يصير عندنا بلايين من هذه الوحدات. طيب لما الفيروس يذهب أو لما يكون في نفس الشخص شو بيحصل؟ اللي بيحصل إنه جهاز المناعة تبعنا بصير يلتقم في هذا الفيروس ويأكله ويحاول التخلص منه، يعني كأي جرثومة أخرى لما تدخل جهاز المناعة يعني comes in يأتي للجبهة الأمامية وبصير يحارب في هذا الفيروس. فهذا كان بالنسبة لعملية أي فيروس لما تدخل، وكذلك فيروس كورونا يعني. طيب إذن الهدف الشاهد في الموضوع مما رأينا يعني هو أنه بعد ما يعمل هذه الإصابة في الشخص ويخرج ويذهب إلى شخص آخر. أوكي، سنرى ذلك إن شاء الله عندما نتكلم عن كورونا الوباء، عن كورونا الوباء. الآن تكلمنا عن الفيروس، إذن بعده نتكلم عن المرض اللي بيسببه هذا الفيروس كورونا. أوكي، هذا المرض كما رأينا في الفيديو يعني يدخل إلى الفيروس، يدخل إلى الرئتين بشكل رئيسي. طبعا هو يذهب ربما إلى أعضاء أخرى في الجسم، ممكن يذهب إلى أعضاء أخرى،
ولكن بشكل رئيسي إلى الرئتين. أوكي. ويعمل أو يعني يؤدي إلى التهاب في الرئتين كما ترون هنا في صورة الأشعة هذه، وسنتكلم عنها إن شاء الله. يؤدي إلى التهاب في الرئتين، وهنا يبدأ المرض وتبدأ الأعراض، بصير الإنسان عنده ضيق نفس، وبصير عنده سعال، وبصير ترتفع حرارته وما إلى ذلك. طيب، قبل أن أتكلم في هذه الأعراض، هذا الشخص اللي لما دخل الفيروس له عمل هذا يعني التأثير الرهيب، مين ممكن يكون هذا الشخص؟ يعني هل هو أي شخص بدخل فيه الفيروس بحصل نفس الشيء بنفس المستوى؟ لا. أوكي. ومن هنا تأتي عوامل الخطورة، يعني العوامل اللي بتزيد الاحتمال، بتزيد نسبة الاحتمال لدى شخص معين أنه يصاب بهذا الفيروس ويصبح عنده مرض الكورونا. أوكي. هذه عوامل الخطورة الرئيسية يعني اللي الآن الدراسات أثبتتها بالنسبة لخاصة لهذا الفيروس بالذات. أولاً الكبر في السن، المسنين كما الكل يعرف باي ناو. يعني ليش؟ طبعاً مع الكبر في السن بتقل المناعة، أقل وأقل فأقل، وهكذا وصير يعني لا تتصدى للفيروسات وللعدوى بالشكل المطلوب. بعد ذلك الأمراض المزمنة، حتى لو لم يكونوا مسنين، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة كالسكري مثلاً وأمراض القلب وما إلى ذلك وأمراض الكلى مثلاً والكبد، هذول كذلك بتأثروا أكثر من غيرهم. الناس اللي عندهم أمراض الرئة بشكل عام وخاصة مثلاً الربو أو الأزمة، أمراض الأوعية الدموية أيضاً احتملت يعني في الدراسات اللي أجروها على فيروس كورونا حتى الآن، أمراض الأوعية الدموية. الناس اللي عندهم إعاقات بشكل عام، البعض منها ربما أكثر من غيره يعني، ولكن الإعاقات بشكل عام هي يعني عامل احتمال للإصابة. وكذلك الناس اللي بتعاطوا المواد يعني المخدر وما إلى ذلك، بما فيها التدخين والفيبين وما إلى ذلك. أوكي. ولو أنه بتكلموش عنه بشكل كثير، لكن في بعض الدراسات أظهرت هذا الموضوع، أنه مش بس الدراجز يعني أو المواد المخدرة، ولكن أيضا النيكوتين. وكذلك الناس اللي يعني بياخذوا بعض الأدوية كعلاج، يعني مثلا ستيرويدز، يعني ستيرويدز من الكورتيكوستيرويدز، ستيرويدز ولا يعني مضادات الالتهابات وما إلى ذلك. وأخيرا البي ام اي، هذا اللي هو المعيار أو المؤشر تبع يعني الكتلة البدنية، مؤشر الكتلة البدنية لدى الناس اللي كل ما تزيد هذا يدل على يعني انه في نوع من البدانة، وكل ما تقل بكون العكس، وهي عامل خطورة لكثير من الأمراض، خاصة كل ما تزيد يعني بتصبح عامل خطورة. فمثلا أعطيكم بعض هنا مهم جدا لأنه أيضا مهمة لأمراض القلب وما إلى ذلك. البي ام اي مثلا يستحسن لأنه الإنسان يعرف البي ام اي تبعه، يعني يعمل فحص البي ام اي ويكون مدرك لمستوى البي ام اي عنده. فمثلا اللي عنده اولا اقل من 18 ونص تقريبا، هذا يدل على انه في قله وزن، مش وزن حتى طبيعي، يعني بيكون وزنه اقل من المفروض، فقد يكون هذا ايضا يعني يؤدي الى ضرر ما، ولكن الخطوره كما قلنا هي لما يزيد. فمن 18 ونص لل 25 البي ام اي، هذا البي ام اي الطبيعي، اوكي، المؤشر الكتلة البدنية الطبيعية، انه يكون الرقم بين 18 وبين 25. لما يكون زيد عن 25 بيبدا الانسان يصير يهتم في الموضوع ويقلق شوي. من 25 لل 30 مثلا يعتبر زيادة وزن بسموه overweight، وفوق 30 يعتبر سمنة obesity، يعني ربما سمنة مفرطة، يعني قد تكون عامل خطورة لكثير من الأمراض على رأسها يعني السكري وأمراض القلب وما إلى ذلك. طيب، هذا بالنسبة لعوامل الخطورة. الأعراض،
أعراض مرض كورونا أصبحت الآن معروفة لدى الناس، ولكن بشكل سريع يعني الأعراض اللي هي ثلاث أعراض رئيسية هامة جدا: أولا ارتفاع الحرارة، ثانيا ضيق النفس، ثالثا نوع من السعال، السعال خاصة السعال الجاف. ف بعض الناس طبعا يكون عندهم أعراض أخرى مختلفة كثيرة متعددة، مثل الإسهال، مثل الصداع، حتى مثل التهاب الحلق يعني أو الحنجرة، حتى التهاب الأعين، أحيانا العينين قد يكون من فيروس كورونا، يعني أمور متعددة كثيرة أخرى. ولكن أهمها الثلاث هذه اللي ذكرناها. لمن يرغب في يعني الدخول والتفاصيل أكثر عن الأعراض وبوضوح أكثر وما إلى ذلك، هذا الرابط إن شاء الله تبع CDC يعني ممكن تدخلوا عليه وتشوفوا بتفصيل أكثر. طيب هذا بالنسبة للأعراض. طيب ما عدا عن التشخيص والعلاج، كيف بشخصه يعني الطبيب بشخص إنه الإنسان معه كورونا أو لا؟ طبعا الإنسان الآن أصبح أيضا معروف الفحص المشهور تبع كورونا، يعني إنه الإنسان بأخذ فحص، بأخذ عينة من الأنف أو كذا، وبيفحصوا بيشوفوا إذا بوزيتيف أو لا، إذا إيجابي أو لا، يعني إذا موجود الفيروس عنده أو لا. أوكي، هذا على في الخطوط الأمامية طبعا، ولكن أيضا على المستوى السريري يعني الفحوصات المعروفة اللي هي يعني الإكس راي كما ذكرنا، كما ترون في الصورة هنا صورة الأشعة أو الإكس راي للصدر طبعا، ترى فيها إنه الرئتين بيكون فيها إذا يعني كان الفيروس واصل وعامل الالتهاب، ترى فيها أثر هذا الالتهاب بما نسميه بالنمونيا يعني أو التهاب الرئة. أوكي، هذه الأشياء اللي تشبه الغيوم داخل الرئة هنا. فبعض الناس دخلوا المستشفيات يعني ولم في الإكس راي لم تظهر كثير من الأمور، بل ربما يعني كانت تبدو وكأنها طبيعية، فبلجأوا إلى فحص آخر بالموجات الصوتية ultrasound يعني للصدر، ممكن يظهر هذه الأمور في البداية لما يعملوا ultrasound. طيب هذا بالنسبة للتشخيص والعلاج. فماذا عن الوقاية الآن؟ أيضا الوقاية أصبحت معروفة لدى الناس إن شاء الله، ولكن للتذكير يعني نراها هنا أهم التدابير الوقائية اللي ممكن الإنسان اللي الناس الآن بيعملوها حاليا، اللي هي لزوم البيوت يعني والمسافة الآمنة بين يعني فيما لو خرج الإنسان إلى خارج البيت للتسوق أو إلى آخره، يعني يحافظ على المسافة الآمنة. وإحنا بفضل الله يعني هنا عندنا في نيويورك خاصة يعني الأمور هذه ماشية تمام، والكل سواء المؤسسات أو الأماكن التسوق والكل يعني مطبق لهذا الموضوع، في مسافات آمنة بين الناس يعني، لكن يحدث أحيانا مخالفات هنا وهناك يعني. ومن ثم غسل يدين هام جدا طبعا منذ البداية يعني، وهذه الأمور على فكرة لكل العدوى يعني لكل أنواع العدوى أو الأوبئة أو الأمراض وما إلى ذلك، هذه تفيد لكل شيء مش بس للكورونا يعني. دائما الإنسان إن شاء الله يحاول أن يعمل هذه الأمور، وكذلك تجنب لمس الوجه يعني خاصة بعد إذا سعل أو إذا عطس أو كذا، إنه ما لا يلمس وجهه بيديه، ويقوم بغسل اليدين على طول أو استعمال يعني مطهر تبع اليدين. طيب هناك تدابير أخرى كثيرة طبعا، ولكن هذه من أهمها، ويمكن أيضا الدخول على هذا الرابط في التابع لدائرة الصحة في نيويورك وللحصول على مزيد من التفاصيل. طيب نأتي الآن إلى الشق أو القسم الأخير أو الثالث لهذا المحور يعني اللي هو الكورونا الفيروس والمرض والوباء، ونتكلم هنا عنه كوباء، عن كورونا كوباء، ونحاول نفهم شوية ليش هذا الوباء بهذا الشكل وكذا. طيب شو علاقة التفاح هذا كما ترون في الصورة هنا بالوباء؟ يعني ربما سمع البعض بمثل هنا دارج
يعني بيقول إنه one apple يعني spoils the bunch, أو تفاحة واحدة تتلف الصندوق كله, يعني تخرب كل الصندوق إذا كانت فيه تفاحة تالفة. ف سبحان الله, يعني فهذا يحدث بالنسبة للوباء أيضا, يبدأ يعني كما سنرى من ربما من شخص واحد وينتهي ببلايين الأشخاص أو مليارات الأشخاص. طيب التفاحة هنا التالفة هذه مع بين على الأقل واضحة, يعني ممكن رؤيتها وممكن أن نجنبها الآخرين مثلا, ولكن الخطورة أو الخدعة في التفاحة في الصورة الأخرى هنا للتفاحتين هاتين, يعني أنه واحدة ممكن تبين أنها شوية تعبانة ولكن الأخرى يبدو وكأنها سليمة. كذلك الحال يا أخوة بالنسبة للعدوى, فعندنا نوعين من الناس بالنسبة للعدوى, يعني نوع اللي هم هنا الواقفين في الصف هذا في الطابور هذا, يعني ممكن يكون أي واحد فيهم مريض ولا يدري, هو حتى هو نفسه لا يدري والناس اللي حواليه لا يدرون. أوكي, وممكن يكونوا سالمين ما حد بعرف, زي التفاحة هذيك مع التفاحة السليمة. أوكي, ولكن هنا في المقابل طبعا لما يكون ممكن يكون مريض كورونا مثلا وصل تقريبا نهايته هنا في الإنعاش, وأكيد مؤكد جدا أنه معروف أنه مريض يعني وما بينهما يعني وما بين الحالتين. أوكي, فالخدعة إذن يا إخوة والخطورة تكون في الناس هذول اللي يبدو كأنهم طبيعيين, مش في الناس المرضى اللي مبين عليهم أنهم أمراض. هذا بالنسبة لانتشار الوباء, ومن هنا جاءت يعني المسافة الآمنة اللي تكلمنا عنها والتدابير الوقائية الأخرى, الكمامات وما إلى ذلك, لأنه ما بعرف الإنسان. فانتشر هذا الوباء في العالم ككل, نسأل الله أن يرفعه عما قريب إن شاء الله عن جميع العالمين, وخاصة عندنا في أمريكا وخاصة عندنا في نيويورك. يعني الكل يعلم الآن أنه مركز هذا الوباء أصبح منطقة أو مدينة نيويورك, نسأل الله السلامة. وكما قلنا أو نوهنا يعني أو نرى فيما بعد أنه هناك الحمد لله الآن, يعني ولو أنه انتشر بشكل رهيب إلا أنه في بوادر تفاؤل كثيرة جدا الحمد لله, وبدأ يتباطأ كثيرا. لكن يعني أثره على مدينة نيويورك كان أثر لا بأس به, يعني مدينة نيويورك اللي بيسموها البيج أبل, نرجع إلى التفاح مرة أخرى, فأصبحت مدينة للأسف يعني منكوبة, نسأل الله السلامة. ومرة أخرى نذكر بالمثال بين التفاحة المنكوبة على الآخر اللي هي التالفة هذه, وبين التفاحتين اللي لا يبدو عليهم كثير من التلف يعني, وكذلك الناس سبحان الله. طيب لكي نفهم كيف ينتقل هذا الوباء وهذا العدوى, هذه الفيروس, هذا الفيروس من شخص إلى آخر, نبدأ بالمفهوم الأساسي للعدوى اللي هو بسموه يعني chain of infection أو سلسلة العدوى أو يعني دورة العدوى infectious cycle. أوكي, فيبدأ الجرثومة تكون في هنا, وفجأة الناس يكتشفوها مثلا أو بعد دراسات وكذا بيعرفوا أنها خرجت من مصدر معين. أوكي, خلينا نقول أنها بعد ما صارت تنتشر بين الناس أن المصدر الآن صار مصدر بشري, يعني شخص ما. فلما تكون هذا الأورجانيزم أو هذا الفيروس يكون في شخص ما, هذا الشخص ما بيسموه الريزرفوار, يعني مصدر أو حامل الفيروس, ممكن يكون الحامل لهذا الفيروس الآن. طيب سواء عنده مرض أو لا ما عنده مرض, المهم أنه حامل للفيروس. طيب هذا الفيروس يريد أن يذهب إلى أين؟ يريد أن يذهب إلى هنا في المقابل إلى شخص آخر يسموه vulnerable host, يعني مستقبل عنده احتمال للاستقبال, شخص آخر عنده احتمال أنه يصاب بهذا الفيروس. كيف يعني عنده احتمال؟ يعني الحالات اللي ذكرناها قبل قليل
اللي عندهم جهاز مناعة ضعيف، اللي عندهم أمراض مزمنة وهكذا، المسنين وهكذا. فهذا الفيروس يريد أن يذهب إلى شخص آخر. أوكي؟ كيف يذهب إلى هذا الشخص؟ هذه بقية السلسلة أو المراحل في هذه السلسلة. فيذهب من الريزرفوار، من المصدر أو من الحامل، إلى المرحلة اللي بعدها اللي هي كيف بخرج من هذا الحامل للفيروس. بخرج عن طريق طبعاً الفم، الأنف، المخارج المختلفة اللي في البدن، يعني بالنسبة لكورونا بالذات عن طريق الفم والأنف لما الإنسان يسعل أو يعطس. فهذا المخرج اسمه portal of exit أو المخرج، مخرج الجرثومة. أوكي. أو طريقة الإخراج، يعني اللي هي مثلا السعال أو العطاس، هذا يسموه طريقة أو أسلوب الإخراج. أوكي. بعد ذلك المرحلة اللي بعدها بكون الآن الفيروس في الهواء، كما شفنا في الفيديو، كما رأينا في الفيديو بكون في الهواء مثلا، أو وقع على سطح معين، ومن هنا تأتي أهمية النظافة يعني، وتنظيف أسطح الأشياء وهكذا، وتنظيف اليدين، أو وقع على اليدين مثلا. أوكي. فهذه المرحلة للفيروس منتقل فيها بين عدة أمور ومتعددة الأمور والأشياء اللي ممكن الفيروس يكون موجود فيها، أشياء عديدة جدا. هذه المرحلة اسمها transmission، مرحلة الانتقال، الانتقال. وهذه أهم مرحلة في كل الدورة يا أخو، أهم مرحلة. ليش أهم مرحلة؟ لأنه هذه هي المرحلة اللي ممكن للناس إنهم يتدخلوا فيها. المراحل الأخرى صعب التدخل فيها، ما بنعرفش، ولكن هذه المرحلة يعني مثلا لما نقول اغسل يديك، يعني بتغسل يديك في هذه المرحلة، بكون الفيروس عشان خايفين ان الفيروس اوريدي موجود، وبنغسل ايدينا عشان نقلل من وجود هذا الفيروس. اوكي. فمثلا السلام باليد، السلام باليد ينقل الفيروس. فهذه كلها امور او امثلة على طريقة نقل الفيروس من شخص لاخر. طيب الان الفيروس انتقل، انتقل ويريد أن يدخل في الشخص الآخر اللي تحدثنا عنه، فهنا تأتي المرحلة اللي بعدها اللي هي portal of entry، يعني مرحلة المدخل، كيف بدخل الفيروس لهذا الشخص الآخر. أوكي. اللي هو نفس الشيء تقريبا، نفس المخرج نفس المدخل، يعني يدخل عن طريق الأنف مثلا لما الإنسان يستنشق أو يلمس وجهه بدون ما يدري، أو يلمس فمه أو كذا، يدخل هذا الفيروس إلى داخل الأنف أو داخل الفم، ومن ثم إلى داخل الجهاز التنفسي كما نرى هنا، في طريقه إلى ذلك الشخص، أو هو نفسه يكون الشخص يعني المحتمل الإصابة. كيف يدخل إلى رئتين ذلك الشخص؟ فإذا كان ذلك الشخص كما قلنا يعني ضعيف المناعة وما إلى ذلك، وعنده أمراض أو كذا، يصاب بهذا الفيروس بشكل كبير، ويتكاثر هذا الفيروس لأنه ما فيش مناعة تصده، ويؤدي إلى مرض، إلى حدوث أعراض. أوكي. لدى هذا الشخص. طيب بعد ما هذا حدث، المرحلة بعدها كما قلنا هذا المرض، الشخص المريض مثلا كبير في السن، طيب هذا المرض الشخص الكبير في السن الآن اللي عنده مرض، بس هو نفسه يصبح ريزرفوار، هنا هو نفسه يصبح ريزرفوار، بحيث أنه إذا خرج منه الفيروس بروح إلى أشخاص آخرين، وتستمر الدورات وهكذا، ويذهب إلى شخص آخر جديد مثلا، والشخص الآخر يعطي إلى أشخاص آخرين وهكذا. أوكي. فمن هنا يبدأ عملية الوباء. فهنا هذه سلسلة الوباء الآن، تبدأ بشخص واحد والشخص يعطيها لاثنين، وكل واحد منهم يعطوه لاثنين آخرين وهكذا. في حالة الكورونا بالفعل يعني كل واحد يعطيه تقريبا لثلاث مش لاثنين، هذا على المعدل يعني. فتصور كل واحد من هذول الاثنين أو الثلاث يعطوه لآخرين وهكذا، يصبح عندنا ملايين ومليارات الأشخاص ربما مصابين، ويصبح الوباء في يعني لما ينتقل من بلد لآخر في جميع أنحاء العالم، عندها يسمى وباء أو جائحة يعني.
بفضل الله يعني كما نوهنا سابقا هذه الجائحة الآن إن شاء الله في طريقها إلى الانفراج. مؤشرات كثيرة تدل على ذلك، طبعا يختلف من بلد إلى آخر. يعني نأتي الآن إذن إلى محورنا الثالث، وهو صحتنا في ظل صحتنا في ظل كورونا وفرصة الحظر. أوكي، هذه الفرصة اللي احنا فيها في فترة الحظر، فترة المكوث في البيوت، كيف ننتهزها؟ يعني أولا كيف نهتم بصحتنا مع وجود يعني هذه الأزمة ووجود هذا المرض كورونا؟ يرجى أن الإنسان لا ينسى الاهتمام بالصحة، يعني النواحي الصحية الأخرى لدي ولدى الناس. أولا نستمر في اتباع التدابير الوقائية اللي ذكرناها، ونستمر على كافة المستويات يعني في التحكم في الأمراض المزمنة التي قد تكون لدى بعض الناس، السكري، القلب، ما إلى ذلك. نستمر في مراجعة الطبيب والفحص الذاتي، هناك فحوص ذاتية الآن ممكن نقوم بها في البيت، يعني من متابعة لضغط الدم مثلا، للسكر، للكوليسترول إلى آخره. السيطرة على عوامل الخطورة إن وجدت، نحاول أن أولا نعرف إنك عندك كم نسبة عوامل الخطورة لدينا. مثلا لا نقوم بالنشاط البدني، هذا عامل من عوامل الخطورة، فنحاول أن نغيره إن شاء الله، أن نسيطر ونتحكم في عوامل الخطورة والعوامل السلبية. كذلك النشاط والغذاء الصحي، يعني نحاول أن نزيد من نشاطنا أو نحافظ على نشاطنا إذا كان في المستوى المطلوب والسليم، ونحافظ أيضا على الغذاء السليم والغذاء الصحي بتجنب الغذاء، يعني الغذاء مثلا المواد الدهنية المشبعة وما إلى ذلك، وتجنب العوامل السلبية قلنا، وانتهاز الفرصة. طب خلينا نشوف كيف ننتهز الفرصة أخيرا، يعني وليس أخيرا، ننتهز الفرصة يا أخوة إن شاء الله بأن نراجع ونقيم أنفسنا، ننظر لهذه الأزمة وهذا الوباء يعني كمن عدة زوايا ربما، وننظر له، هل هو مثلا بلاء، هل هو ابتلاء، هل هو مجرد فقط أزمة صحية وعابرة وخلاص؟ يعني نحاول أن نقيمه ونتدبر فيه وننظر يعني ربما في أسبابه أو الأسباب التي يعني ساهمت في نشره وفي سرعة نشره في بيئات معينة وما إلى ذلك. فيعني كما قال الله عز وجل على لسان سيدنا موسى عليه السلام يعني في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فينظر كيف تعملون. يعني نقيم أنفسنا، ربما يريد المولى عز وجل أو يعني أن يرى كيف نعمل في مواجهة هذه الأزمات، كيف نعمل، هل نقوم بالعمل المطلوب على مستوى المسؤولية أم لا. الأمر الآخر إذا نظرنا له كابتلاء يعني فهو بفضل الله بالنسبة للمؤمنين يعني يؤدي إلى الصبر أو يحثنا على الصبر. صبر المؤمن يعني على الابتلاء شيء هام جدا، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وما إلى ذلك. يعني وإذا نظرنا له من الأمور التي ربما ساعدت في إبراز نوع من التفاؤل أو نوع من الفائدة، يعني ربما يكون هناك فوائد معينة نأخذها من هذه الأزمة، فبالتالي نشكر الله عز وجل على تلك الفوائد. والرجوع يعني كما أيضا جاء في القرآن الكريم، يقول المولى عز وجل لعلهم يرجعون في تلك الآية يعني العظيمة جدا، يا حبذا لو تدبرناها، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني سبحان الله، شوف رحمة الله عز وجل، إنه في النهاية مهما كان، حتى لو كان ابتلاء أو مهما كان الأمر، يعني إنه الله عز وجل
يريد من الناس أن يرجعوا إليه عز وجل. أيضا ننظر لهذه، نستغل هذه الفرصة للتراحم والتقارب والتعاون، ويعني وحدث لا حرج يعني في هذا المجال. أزمة كورونا هنا خاصة عنا في محليا يعني في نيويورك، وبفضل الله عز وجل، وهي من الأمور اللي تؤدي إلى تفاؤل وإلى أمل إن شاء الله، إنه كثير من الناس الآن يمدون يد المساعدة والتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات التي تقوم بهذه الأمور، يعني سواء على مستوى الفردي أو مستوى يعني تفقدك لجارك سبحان الله، يعني يكون نوع إن شاء الله من التراحم والتقارب والتعاون، ويؤدي إلى فائدة، وحتى على المستوى الصحي يؤدي إلى فوائد إن شاء الله. ثم نحاول أن نكتسب يعني معرفة أو مهارة جديدة ونحن ماكثين في البيوت الآن. يعني الإنترنت مليء بالدورات، دورات معرفة كثيرة مختلفة جدا ربما الإنسان لم يستطع أن يحصل عليها سابقا، يعني الآن هذه فرصة للحصول على هذه الأمور والمهارات الجديدة. وأخيرا نصبح أكثر اهتماما بالصحة إن شاء الله، يعني تبعا لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا بعد هذه الأزمة يعني نعود إلى رشدنا، ولا نأخذ هذا الحديث مأخذ يعني غير جدي أو نأخذه كمسلم به، ولكن نطبقه إن شاء الله في حياتنا ونهتم بصحتنا أكثر وأكثر. هذا ما نأخذه إن شاء الله من هذه الفرصة. نسأل الله عز وجل السلامة، ونسأله تعالى أن يرفع هذا البلاء وأن يعجل في ذلك في أقرب وقت إن شاء الله، ويجعل شهر رمضان شهر رفع لهذا البلاء ودفع لهذا الوباء إن شاء الله عن الجميع. ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.